Levi a smit JTAG. Cine mă JTAG? Eu puteam să-mi filmăm JTAG. JTAG, au loc, puteam să-mi filmăm JTAG? Am filmăm JTAG în licat cu vreți dir, upgrade, metele în și router, au la și telefon, au la. O două zile, metele în mai firmware, le oană dam ce. Era mult de ujite. Am zis că duzul, metele în cadrul înec duz și firmware, le mai tipon să-l izdar, dier hedec il jihaz. Dier hedec il jihaz. Fași că eu ca. Hedec il jihaz, au la metele în dez, o mai dez bahtă tariqa li bqa ibda, mziana. Yani hedec il jihaz, ma bakish ki șel, au ma bakish ki khidm. لان الفريموير نظام تشغيل ديالو ماشي نظام تشغيل اللي هو خدام او لا ديالو فما تيشتغلش هنا ملي تيولي طبيعه الحال ما تيشتغلش ما باقيش تيديتيكتا كنتي مثلا التليفون ما باقيش كيديتيكتا كان الروتور ما باقيش لاكسي او الى غير ذلك فهنا تنخدمو بجي تاغ هاد الجي تاغ شنو هما هو ملي كتحل التليفون او لا الروتور ولا اي جهاز ولا اي يعني ماتيريال اللي هو كيدير لي ميزاجور والابغريد وهذا فانت كتلقى دي بوين كيكونوا اللي تيتسموا دي بوين دو تيست كتلقاهم في اللو... حل ام هاد لي بوين دو تيست تحاول انك تكونكتيهم مع البي سي انت راقا واحد اليو ار تي يو ار تي وتتولي كتكومينيكي ديريكتومون مع ديك الاي سي اللي تيكون فيها الفريم وير لو اللي هي مسؤوله على داك الفريم وير تكومينيكي معها ديريكتومون وبهذاك جيتاك تتولي داك الفريم وير اللي كنتي كدوزو من واحد الطريقه معينه تتولي كدوزو ديريكتومون من البي سي ديالك ديريكتومون تتحل المشاكل اللي هي عندها علاقه بالفريم وير ملي كدوز شي فريم وير ماشي هو هذاك وتي تجام عليك ولا كيوقف لك هذاك الجهاز هذا هو الجيتاك الخوت وهذا الشيء علاش كنستخدمه